معرض أبو ظبي الدولي للكتاب 2011 أحد المشاهد الثقافية التي تعيشها دولة الإمارات، والذي أصبح يشكل دورا فاعلا في تبادل الثقافات من خلال الكتب التي تملأ أرجاء المعرض. وكونه الحدث الثقافي الأهم في الوقت الحالي وفي إطار سعيها الدؤوب والمستمر للوصول لكافة أفراد المجتمع لتحقيق النمو الثقافي المنشود، يشارك عدد من المؤسسات الثقافية من إمارة الشارقة وعلى رأسها دار كلمات للنشر الحاصلة على عدد من الجوائز العالمية في مجال نشر وتوزيع كتب الأطفال عالية الجودة باللغة العربية عبر مجموعة كتب تتمحور حول العلاقة الأسرية ومكانة الأم على وجه الخصوص، تكريما لمنزلتها العظيمة، وذلك في وقت تزامن فيه إقامة المعرض مع احتفالات الإمارات والعالم بيوم الأم في 21 من الشهر الجاري. ولم تقتصر دار كلمات على المشاركة فقط، بل قامت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي المؤسس الرئيس التنفيذي لدار كلمات للنشر بتوقيع اتفاقية نشر باللغة الإنجليزية لكتاب كم تحبيني من تأليف فاطمة شرف الدين، التي سبق لها الحصول على جائزة معرض بيروت الدولي للكتاب 2010. الكتاب متخصص بالحقيقة لعيد الأم، وفي طفل بالكتاب بيسأل أمه ماما قدي بتحبيني، فبتقول له بحبك قد البحر وموجاته وقد السماء وغيماتها وقد طيور الدنيا وغنياتها. فهو كتاب كتير حلو حتى نتشارك نقرأ سوا بعيد الأم. بعض الكتب فقط مميزة، تنظر للكتاب فتعرف أن له رسالة عالمية ويمكن أن ينقل للعالم، وسيكون رائع للأباء أو الأبناء، وهذا الكتاب رائع، وإننا نتطلع لنقل هذا الكتاب للعالم. كما يشارك في المعرض اتحاد الناشرين الإماراتيين الذي حرص على التواجد في هذا المشهد الثقافي كونه يمثل مجموعة كبيرة من الكتاب والناشرين الإماراتيين. وإحنا بدورنا بنمثل الناشرين الموجودين في دولة الإمارات، فبيهمنا جدا التواجد لعرض منتجاتهم لتمثيلهم والتحدث نيابة عنهم لدى دور النشر العالمية الأخرى. ويعد معرض أبو ظبي للكتاب 2011 فرصة حقيقية للاطلاع على الجديد في عالم الكتاب، خاصة وأنه المعرض يتزامن مع طرح العديد من الكتب الجديدة من مختلف دول العالم، كما أن المعرض يمثل محطة من سلسلة فعاليات محلية تتضمن جلسات قراءة الكتب وتوقيع الكتب وورش الرسامين ومعارض الكتب المحلية.